انا شايفه ان نورهان معاها حق وانه عرض معقول جدا. سعادتك وانا رايي برضو من راي رانيا، انا شايف ان نورهان حاليا وضعها بقى جامد جدا واحنا ممكن نستفيد منه اقصى استفاده. الحكايه مش بالسهوله اللي انتم متصورينها. الناس اللي انا بشتغل لحسابهم ناس ما بتهزرش وما اقدرش ابيعهم بالشكل ده. فندم طب لما الحكايه كده سعادتك رحت تزورها ليه؟ بعد اللي عملته معايا نورهان كنت هتجنن، الفضول كان هيموتني. كان نفسي اشوفها في المجموعه وهي قاعده على مكتب عامر. كنت عايز اشوفها ماليه مركزها ولا لا. وطلع ايه؟ طلعت ماليه كويس قوي ومأمنه نفسها كمان. طب انا عندي فكره. خير يا رانيا؟ انت سيد من يلعب على كل الحبال، العب بقى واستفاد من هنا ومن هنا، والكفه اللي تكسب خليك معاها وبيعها للطرف التاني. برافو جدا، كلام موزون جدا يا باشا. نظريا هو موزون لكن عمليا مش موزون خالص، لانه لو اي طرف من الاثنين اكتشف ان انا بلعب على الحبلين مش هيرحمني، خصوصا الناس اللي بره. ايه يا برهان، ازيك يا حبيبي؟ انا فعلا رحت لنورهان، كنت متغاظ يا اخي من اللي عملته فيا وانت ما ريحتنيش. ايه الجماعه اللي بره عرفوا وزعلوا كمان؟ طب قول لهم اي حاجه يا برهان، قول لهم يعني ان انا رحت عشان اروشها وده للصالح. حاضر حاضر يا برهان، حاضر يا برهان، خلاص مش هكرر الزياره دي تاني. مع السلامه. خير يا باشا؟ مش قلت لكم الجماعه اللي بره دي ما بتهزرش؟ هم عرفوا ازاي؟ واضح ان هم قريبين من الكل يا مختار. طب وهتعمل ايه؟ هسمع الكلام طبعا وابعد عن نورهان، بس عرضها هيفضل في دماغي للطوارئ. يمكن كفتها في يوم من الايام تبقى اتقل، ولغايه لما ده يحصل هنفذ الاوامر والتعليمات. اصل العمر مش بعزاء يا رانيا.